نبدأ فقرتنا النهاردة مع أخبار النادي الأهلي، وطبعا المواجهات المرتقبة للنادي الأهلي سواء مواجهة الكاس مع نادي المصري بالسلوم أو المباراة المقبلة في الدوري العام الممتاز، كمان المباراة مش بتاعت إيسترن كومباني، ولكن هتكلم على الاهتمام الخاص أكيد بمواجهة القمة مع نادي الزمالك وحالة الإصابات الموجودة داخل النادي الأهلي خصوصا خط الدفاع، غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم والإصابة الأخيرة. البعض كان بيمني النفس بالفترة اللي بيعيشها دلوقتي المدافع المغربي بدر بنون بعد ما بدأ إن هو يعود مرة تانية للمشاركة في التدريبات الجماعية، ان هو يكون قادر على الاقل ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي في المباراة المقبلة او يبدا ياخد فترات في مباراة مناسبة ليه، ان ما يكونش فيه حمل بدني عليه او نتائج تبقى جيدة للنادي الاهلي، فيبدا ياخد واحدة واحدة في مباراة الكاس بعديها مباراة إيسترن كومباني او مباراة نادي الزمالك، او على الاقل يكون متواجد على مقاعد البدلاء في نادي الزمالك. فترة كانت صعبة على بدر بنون بعد اصابته في خلال طبعا تواجده مع المنتخب المغربي بفيروس كورونا والمضاعفات اللي حصلت له، مضاعفات طبعا بتتعلق بمشاكل في القلب والجهاز التنفسي، فبالتالي كانت نصائح الاطباء ان هو يغيب فتره كبيره عن الملاعب، ولكن دلوقتي هو بعاد مره تانية، قلنا له طبعا الف الحمد لله على السلامه، ولكن فنيا وبدنيا هيكون خارج حسابات النادي الاهلي في مباراه القمه المرتقبه ضد نادي الزمالك في اطار منافسات الدوري العام الممتاز. ان شاء الله المباراه هتكون يوم 19 يونيو الجاري، بنتمنى ان شاء الله السلامه لكل اللاعبين، وبنتمنى لكل جهاز فني يكون عنده القماشة كاملة عشان احنا كإعلاميين أو كجماهير نتمتع بواحدة من المباريات اللي دايما بننتظرها بين قطبي كرة القدم المصرية.